في الحياة بنقابل ناس وناس، وقالوا في المثل الناس معادن، فيها الأصلي وفيها التقليد وفيها المؤذي وفيها المفيد. ولأن الحياة من غير ناس ما تنداس، هنقابل كل يوم نوع من الناس، ناس دهب وناس تانية لها العجب، ناس زي الفل بتحب الخير للكل، ناس جميلة تتصاحب وناس غريبة ملهاش صاحب، ناس لئيمة البعد عنها غنيمة، وناس رأية من النوع الفاخر، وكلها هيوصفها من الآخر دكتور عمرو الليسي في كلمة ورد غطاها. أخينا ده بقى أكتر إنسان غلس، أو والله غلس، أكتر إنسان غلس يا جماعة ممكن تشوفه في حياتك. عنده قدرة عجيبة على نشر الطاقة السلبية في أي مكان، وأول ما يهل عليك بسحنته ورخامته ويفتح ماسورة تعليقاته وكلامه السخيف، هتحس فجأة إنه إيه؟ شفط الأكسجين من المكان، وحتتمنى إن الأرض تتشق وتبلعك من قدامه. إيه؟ إيه يا سيدي مالك النهاردة؟ قلب سحنتك كده ليه؟ فشلت برضه في الشغلانة اللي كلفك بيها المدير؟ ما أنا قلت لك من الأول، ما دام مش قدامك ما تاخدهاش يا أخي. فلازم يعني تفتح صدرك وتعمل لي فيها عنطر وتقبل شغلانة مالكش فيها؟ طب أهو أنت غرقت نفسك لشوشتك أهو. ورينا بقى هتطلع منها إزاي يا فاهم. وزي ما سمعته كده ما بيطلعش من بقه غير سم هاري، ويفضل صاحبنا الغلس على كده يبخ غلاسته طول اليوم على اي حد يقع في مصيدته. وكان يوم مش فايت يوم ما زميلنا عبد شكور حكى قدامه قصه حبه الرومانسيه لزميلتنا سعاد، وانه قال ايه هيروح يخطبها من اهلها الخميس الجاي، ويا لهوي على اللي حصل. كان يوم مش فايت ويا ريتك يا عبد شكور ما اتكلمت قدامه. حب؟ بتقول لي حب بسلامتك؟ هو لسه في ناس هبل بيحبوا وبيعيشوا قصص غراميه في الايام الغامقه اللي احنا فيها دي؟ شايب عليك يا راجل، عاملني فيها عبد الحليم في فيلم المخده الفاضيه. واقفل انت بقى، اقفل انت بقى. طب انا هعد من واحد لعشرة وبعدين اقفل، وانت تعد من واحد لعشرة. راجل جاتك خيبه انت والعبيطه اللي هتتجوزك ده. مش عارف عندليب اللي هيحصل لك ايه لما تصحى من حلمك الوردي ده، هتسقى في الاخر على كابوس وديني قلت وردت ضميري. ستة ما تعرفش جوحة قال ايه على المتجوزين والحبيبة العبطة امثال حضرتك؟ قال يا ريتهم اللي حبوا قبلي كانوا حذروني، ويا ريت اللي حبوا بعدي كانوا سألوني. وعموما احنا مالنا يا عم، ربنا يهني سعيد بسعيد يا سيروميو. وهتستغربوا بقى لما اقول لكم ان زميلنا عبد شكور المشهور بطيبته وكرمه كان لسه عازمنا ومعانا زميلنا عبد العزيز الغلس في بيته على الغدا قبل ما فيروس كورونا يمنع الاختلاط ويقعد الناس في بيوتها. وتاني يوم طبعا كلنا شكرنا عبد شكور والحاجه والدته على العزومه وعلى كرم الضيافه، الا عبد عزيز. اول ما ساله عبد شكور وقال له يا ريت بقى طبيخ الوالده يكون عجب حضرتك يا استاذ عبد عزيز. والله يا اخ عبد شكور، اكل الست والدتك كان عجبني لغايه ما روحت البيت فجاه مغص فظيع فظيع والله، وكل عشر دقايق ادخل حمام. واضح جدا ان الاكل عمل لي تسمم رهيب والله. اصلا الصراحه مش متعود اكل بره البيت، يعني دي كانت اول مره اقبل عزومه عشان بس ما زعلكش. انا عاده يا اخ عبد شكور اكلتي خفيفه، يعني يا دوب جبنه رومي وخيار، ولما بحب اغير باكل خيار وجبنه اسطنبولي. لا ماليش انا لا في الطواجن ولا المحشي والحمام والكلام ده، انا معدتي ما بتهتمش. والدكتور محذرني بالذات من الحمام، قال لي مفيش قدامك خيار الا الخيار، ولازم على الاقل خيارتين في اليوم. ها عموما هي كانت غلطتي انا، مش هتتكرر تاني ابدا. اقول لكم ايه، كان لازم تشوفوا معايا وش زميلنا عبد شكور وهو يا عيني بيستقبل في وش الطوب اللي بيحدفه عليه عبد عزيز الغلس. وطبعا كان درس مؤلم، وحلف عبد شكور وحلف عبد الشكور بعده انه عمره ما هيعزم عبد عزيز تاني، وقال الحمد لله انه هيعمل حفله خطوبته على الضيق في العيله من غير معازيم عشان ما يشوفش وش عبد عزيز اللعين العكر تاني. اما اطرف نوادر غلاسه زيزو يا جماعه، فكانت يوم ما الشركه طلعت قرار رسمي ان جميع الموظفين ما يسلموش على بعض لا بالايدين ولا ياخدوا بعض بالبوس والاحضان. وفجاه ولاول مره زيزو الغلس كان سعيد جدا. الحمد لله هي جات لكم من عند ربنا، انا طول عمري لا بحب اسلم ولا احضن ولا بوس، حاجه تقرف الصراحه. يا ريت كمان يمنعوا صباح الخير. صباح ايه ده اللي زي وشكو؟ اعوذ بالله اعوذ بالله. بذمتكم ده تقولوا له ايه وتتصرفوا معاه ازاي؟
ابعتوا لي تعليقاتكم على صفحة برنامج كلمة ورد غطاها مع عمرو الليسي، حكاياتكم مع أنواع الناس اللي بتقابلوها في حياتكم هنتكلم عنها في كلمة ورد غطاها. ولغاية ما نتقابل تاني أسيبكم في أمان الله. كلمة ورد غطاها، دكتور عمرو الليسي، الكاتب الصحفي محمد الشبة، أداء الفنان أحمد صيام، إخراج تامر حسني.